أنا ماني جاي كرمال كتاب، أنا جاي أشوفك. أهلا وسهلا. دمر لي أختل الرواية أستاذ يونس، أنا عندي كل رواياتك. مش دولين أنت الوحيدة اللي بتقدري تمسحي أمامي. أنا؟ حبيت الفيلم؟ أوه. ما بحب شوف كتبي مكدسة على رفوف، بكئبني هذا المنظر. بحبك؟ مين؟ شالي. أصلاً مين جايب سيرة الزواج؟ أنا مهتم بكتبه بس. قلبي تعبان مش دولين. لا شكله هالمرة في مصيبة. عم تحكي هذا الحكي جنبك عم بيسمع هالشي؟ لا ما تخاف، صورتك بالنسبة له بعدها مثل ما هي. قريت الرواية؟ انطر روايته الجديدة، شغلة مش شايفيه مثلها من قبل. بتقدري تساعديني؟ أعطيني 24 ساعة بكون طلعت على ملف القتيل. لهالدرجة الرواية ما بتسوى؟ سميتها رواية يا شادي. وليت عمارة الوحيدة من بين كل الناس كانت تعرف هذا البيت. إن شاء الله يحكموا عليك قاعدين لأرتاح منك ومن قرفك. بدي تصريح منك يجيب يوني الزبران بالأرض. اتكل علي وأنا حرجع لك حق. كل شوي تبعتي لي صور وفيديوهات على أساس إنه يعني عم بتراقبيني. صعدة وارفعي الصوت قد ما فيك. رح تعيشي حياة تعيسة، الناس رح تشفع عليكي. قدمت لك طلب إخلاء سبيل لعدم كفاية الأدلة. بدك تكتب رواية بدك تكون قدام.